مساء الخير متابعي تلفزيون اليوم السابع في كل مكان، أهلا بكم وعودة مرة أخرى لشواطئ مطروح المميزة والخلابة في ظل الطقس الخريفي المعتدل الذي تشهده المحافظة خلال الفترة الحالية. وساعد الطقس المعتدل اليوم الجمعة على خروج أعداد كبيرة من أهالي مطروح للاستمتاع بهذه الأجواء الخريفية المعتدلة، أيضا مع وجود أعداد من عشاق وزوار محافظة مطروح الذين توافدوا أمس على المحافظة لقضاء أجازة عيد المولد النبوي الشريف ويومي الجمعة والسبت العطلة الرسمية، حيث تواجدت أعداد على الشواطئ المختلفة في واقعة تعد من المرات القليلة التي يتوافد أعداد من المواطنين من مختلف البلاد لقضاء أوقات خلال نهاية شهر أكتوبر، حيث أن المصيف امتد هذا العام حتى بداية العام الدراسي على عكس السنوات الماضية، حيث كان يبدأ المصيف من 15/6 وينتهي في 15/9 من كل عام. نأخذكم متابعي تلفزيون اليوم السابع في جولة على الشواطئ لنشاهد ونتابع سباحة أعداد من الشباب والأسر في شواطئ مطروح العامة، وهناك أيضا من يجلس على الرمال أو على المقاعد تحت الشماسي للاستمتاع بهذه الأجواء وبالخصوصية والطبيعة الخلابة التي تشتهر بها محافظة مطروح وشواطئها ذات المياه النقية والرمال البيضاء الناعمة. هنا مجموعات من الشباب تسبح في منطقة على جانب الشاطئ من الناحية الغربية، في حين أن الأسر تتواجد على مسافات متباعدة، وذلك من أجل الخصوصية. نتواجد حاليا على شاطئ مطروح العام وهو مواجه لوسط المدينة، وبالتحديد في مواجهة منتجع مصيف النادي الأهلي، كما تشاهدون شعار النادي الأهلي هناك على الكورنيش والمباني الخاصة بالمنتجع. هنا يعد أكبر شاطئ عام داخل مدينة مرسى مطروح، طوله يتجاوز 1.5 كيلومتر. هذا المكان حتى نهاية المصيف كان من الأماكن المزدحمة جدا، وكانت الشماسي تصل إلى 4 صفوف و5 صفوف في هذا المكان الذي تشاهدونه خاليا إلا قليلا الآن. مصيف مطروح هذا العام استقبل أكثر من 7 ملايين مصطاف بحسب الإحصائيات الرسمية على طول الشواطئ الممتدة من الإسكندرية شرقا وحتى مدينة مرسى مطروح. كما تشاهدون حضراتكم الأمواج هادئة، الطقس معتدل، المياه نقية ومميزة ككل شواطئ محافظة مطروح والساحل الشمالي. كثير من الأسر من المحافظات المختلفة استفادت من أجازة الـ3 أيام الخميس والجمعة والسبت، وتوافدت على مدينة مرسى مطروح وعلى بعض مناطق الساحل الشمالي لقضاء الإجازة خلال هذه الفترة التي يكون فيها الطقس معتدل والأمواج هادئة.
ومن مميزات التوافد على شواطئ مطروح في مثل هذه الأوقات أن أسعار تأجير الشقق والفنادق والشاليهات منخفضة خلال الفترة الحالية تقريبا إلى مستوى ربع ما كانت عليه أو 25% مما كانت عليه خلال ذروة المصيف. فالشقة المفروشة أو الشاليه الذي كان يؤجر ب700 جنيه أو 600 جنيه يمكن أن تستأجره الآن ب200 جنيه خلال هذه الفترة، وذلك بسبب تراجع نسب الإشغال خلال الفترة الحالية بعد أن سجلت المنشآت المصيفية والفندقية خلال المصيف أعلى نسب لها، حيث وصلت إلى 100% في كثير من المناطق والمنشآت المختلفة. كثير من المواطنين يحبون ويفضلون الهدوء والخصوصية ويأتون في هذا التوقيت حتى إذا كانوا ممن قضوا أجازة المصيف فيما قبل، إلا أن عشاق مطروح ومحبيها يعرفون أن هذه الأوقات هي أوقات خصوصية وهدوء يأتون للاستمتاع بها والاستفادة من انخفاض الأسعار في مختلف الخدمات الفندقية والمصيفية وغيرها. نحاول أن نتجول ونقترب أكثر من منطقة أخرى أمام البوابة الرئيسية لمدخل الشاطئ لننقل لكم أجواء هذا الطقس الخريفي المعتدل وتوافد عشاق الشواطئ والبحر من أبناء مطروح ومن المحافظات الأخرى خلال الفترة الحالية. ورائعة وممتعة للجميع، نحاول أن ننقلها لكم لتستمتعوا بطبيعة بلادكم مصر الحبيبة من شواطئ مطروح العامة وبالتحديد من الشواطئ المواجهة لمنتصف أو وسط المدينة. وهنا هذه المنطقة من ضمن مميزاتها أيضا أنها تطل على خليج مطروح وتشاهد منها معظم الشواطئ المختلفة، فمثلا هناك في الخلفية شبه جزيرة رومل وعليها شاطئ رومل الشهير، بعد منها يظهر في الخلفية هناك بعيدا المنطقة الفيروزية التي تقف فيها اليخوت وقوارب الرحلات التي تنظم رحلات بحرية داخل البحر. أيضا هناك في الخلفية شمالا هو شاطئ الغرام الشهير المعروف، ومن خلفه منطقة كيلوباترا أيضا في المنطقة الغربية والتي تظهر في الخلفية هي مجموعة الشواطئ المطلة على خليج مطروح، وهي مثل شواطئ الليدو والعوام والوليزي وأكثر من شاطئ في المنطقة الغربية، ولكن انعكاس الشمس لا يظهرها بشكل جيد. هنا أيضا نجد مجموعات من الشباب جاءوا لقضاء أوقاتهم والاستمتاع بالجلوس على رمال البحر أو هناك من يسبح داخل البحر.
هنا تجلس مجموعات من الأسر للاستمتاع بهذه الأجواء، في حين أن مجموعات أخرى منهم تسبح وتلعب وتلهو داخل البحر. أجواء تشبه أجواء المصيف لكنها أكثر جمالا بسبب الهدوء والخصوصية وعدم الزحام. نرجو أن نكون قد نقلنا لكم أجواء هذه الفترة من على شواطئ مطروح التي ما زالت تجذب عشاقها من مختلف الأماكن، وهناك شواطئ أخرى يمكنكم زيارتها في أي وقت مثل شواطئ منطقة الكورنيش الجديد، وهو كورنيش بشكل حضاري تم تنفيذه خلال السنوات الماضية وتم افتتاحه هذا العام بتكلفة تجاوزت 220 مليون جنيه، وهو شاطئ بطول 8 كيلومتر يربط منطقة شاطئ الغرام بمنطقة الأبيض غربا، وبه الكثير من المميزات، وشواطئه بكر لم تكن مستغلة من قبل، إلى جانب الشواطئ التقليدية التي تقع غربي وشرقي مدينة مرسى مطروح وداخلها، مثل الشاطئ الذي نقف فيه وهو شاطئ مبارك سابقا أو شاطئ مطروح العام، وأيضا مجموعة من الشواطئ الأخرى مثل شاطئ النخيل والبسنت وباب البحر، ومجموعة شواطئ في باب البحر أيضا، شاطئ رومل الذي يظهر في الخلفية هناك على شبه جزيرة رومل، أيضا هناك شاطئ ميناء حشيش والرميلة وعلم الروم في مدينة مرسى مطروح، وفي المنطقة الغربية العديد والعديد من الشواطئ التي يعرفها معظم زوار وعشاق مدينة مرسى مطروح التي تجذب أيضا عشاقها فترة الشتاء. هناك من يحب الأجواء الشتوية والممطرة وأجواء مطروح خلال فصل الشتاء، ولها زوارها وعشاقها الذين يتوافدون عليها، ونتمنى دائما لكم الاستمتاع بطبيعة بلادكم الخلابة مصر الحبيبة، وأن تكون أوقاتكم دائما سعيدة، ولكم مني كل التحية. كنت معكم حسن مشالي مدير مكتب اليوم السابع بمحافظة مطروح.